وذكر السيوطي رحمه الله أنه لا تجوز كتاب الصاد. في ناس بيكتبوا صاد تلقى في الفيسبوك وفي شنو ما عارف يكتب لك قال رسول الله بين قوسين صاد، ما بجوز. تصلي عليه صلاة كاملة، لكن يمكن إنه ما تكتبها لكن تقولها بلسانك. أنت أثناء ما بتكتب وكثر عليك ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم، كما نقل عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه كان يكتب ويقولها بلسانه، يقولها لكن يكتب اسم النبي صلى الله عليه وسلم، أحيانا يكتبها وأحيانا يقولها بلسانه. هذه من الأحكام يا أخوانا المهمة جدا فيما يتعلق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم.